السلام عليكم، مرحبا بكم أخواتي إخواني في قناتي الثانية Everything with هبة. الهالات السوداء تحت العين هي مثل التورم، تجعل الإنسان يبدو متعبا ومجهدا والوجه يظهر أنه شاحب. هي تأتي عن طريق الإجهاد وقلة النوم وقلة شرب المياه وسوء التغذية والسهر الكثير والجلوس الكثير أمام الكمبيوتر، وأحيانا تأتي من الوراثة، وهذا يؤدي إلى تصلب الشعيرات الدموية تحت العينين مما يؤدي إلى تورم، وتعطي هذاك اللون الداكن المظلم البشع تحت العينين. اليوم رايحين نحضروا مع بعض وصفات طبيعية تخلصكم من هذاك اللون الداكن والبشع المظلم تحت العين، وأيضا تعطيها لون مشرق ونضارة، وتجعلها خالية من الهالات السوداء وأثار التعب والإجهاد، وتجعل منطقة تحت العينين وحول العينين تشع نضارة وشباب. تابعوني أخواتي مع الوصفة الأولى. أولا نحتاج إلى عصير البطاطا. البطاطس اطحنيها طازجة نيئة وابشريها جيدا واستخلصي عصيرها، يعني قومي بتصفيتها في المصفاة اليدوية واستخلصي عصيرها. أو بهذه الطريقة نحتاج أيضا إلى عصير الخيار، حبة خيار ابشريها بشر ناعم واستخلصي أيضا عصيرها. ونحتاج أيضا إلى عصير الطماطم، حبة الطماطم أبشريها بشر ناعم يعني وقومي بتصفيتها، استخلصي القليل من عصير الطماطم. نضيف جل الألوفيرا، الألوفيرا جل هذا النوع من الجل إذا كان متواجد عندكم يا حبذا، وإذا كان غير متواجد استغنوا عنه، استبدلوه بزيت اللوز الحلو، أو إذا كان عندكم جل النبتة استعملوه، هو رائع في إزالة الهالات السوداء والتجاعيد تحت العين، الخطوط الدقيقة، آثار التعب. أنا أسهل عليكم المهمة. وحتى إذا كان زيت اللوز الحلو غير متوفر عندكم استعملوا فقط هذا العصائر بشريحة قطنية دائرية، قسميها إلى اثنين، أو قطن عادي متواجد عندك بلليه في هذه الخلطة وطبقيه على دائرة العينين، اتركيه لمدة ربع ساعة مرتين في اليوم، اتركيه يعني واسترخي، واجعلي يعني عينك مغمضتين وخليه يعني تشربوا البشرة تماما. بعد ربع ساعة 20 دقيقة أزيليه، استعمليه مرتين في اليوم، استعمليه صباحا ومساء. الطريقة هذه تزيل الهالات السوداء، دوموا عليها، بإمكانكم صنع كمية كبيرة وتحتفظوا بها في المجمد وتستعملوها باردة هكذا على دائرة العينين يوميا. وما تنسوش الترطيب، أيضا ضروري من الترطيب بالزيوت الطبيعية اللي تخلصكم من الهالات السوداء والتجاعيد تحت العين، الخطوط الدقيقة، أثار التعب، لكن ضروري هذه الزيوت تكون أصلية. ما تنسوش تاخذوا بالأسباب، لازم الأخذ بالأسباب، عدم السهر الكثير وشرب المياه الكثيرة والتغذية الصحية وأيضا النوم الكافي، وتابعوني أخواتي مع المرطبات الرائعة لتحت العينين. أولا عندنا زيت الزيتون البكر، إذا كانت متواجدة عندكم زيت الزيتون البكر هي من العصرة الأولى، رائعة كدهان من شجرة مباركة، يعني في المغرب يسمونها زيت العود، هي زيت من العصرة الأولى غنية بالفيتامينات بمضادات الأكسدة. قومي بدهنها يعني طبقة خفيفة حول العينين تحت العين، وأنغمضي عينيك واسترخي واتركيها لمدة دقائق، أعملي بالطبطبة مساج خفيف، استعمليها يوميا قبل النوم. زيت الزيتون تخفف من الهالات السوداء والتعب والإجهاد تحت العين، وأيضا تخلصكم من الخطوط الرقيقة والدقيقة والخطوط التعبيرية وأثار التعب. عندنا أيضا بإمكانكم استعمال زيت جوز الهند مثلا العضوية الأورغانيك أو البيو مثل هذه، وإذا كانت غير متوفرة عندكم استعملوا زيت جوز الهند العادية، يعني أهم حاجة تكون عندكم أصلية. كل ليلة قبل النوم استعملوها بطبطبة على دائرة العينين،
تخلصكم من يعني آثار التعب. يعني هذا عبارة عن مرطب لمنطقة تحت العينين بعد هذاك الوصفة اللي استعملناها في بداية الفيديو. دايما أعملوا بالطبطبة مساج. الترطيب ثم الترطيب من أهم عناصر نظارة الوجه ونظارة منطقة حول العينين. الترطيب داوموا عليه يوميا. عندكم أيضا زيت اللوز الحلو، يفتح اللون تحت العين، يزيل الهالات السوداء، غني بالفيتامين إي، مادة مهمة جدا في إزالة الهالات السوداء والتجاعيد والخطوط التعبيرية واللون الداكن تحت العين وآثار التعب. يعطيكم وقاية. عندنا أيضا زيت الأرجان المغربي الأصلي، يخترق طبقات نسيج الجلد، دوموا عليه يعني على منطقة تحت العين بالطبطبة، يزيلكم الهالات، يزيلكم أيضا الظلام الموجود تحت العين، وأيضا اللون الداكن، الخطوط التعبيرية، الخطوط الرقيقة، التجاعيد أيضا، الانتفاخات أيضا تحت العين. زيت الأرجان إذا كان متواجد عندكم استعملوه كل ليلة بالطبطبة على منطقة حول العينين، وبإمكانكم استعماله على البشرة كاملة، ممتاز جدا. عندكم أيضا زيت الأفوكادو إذا كان متوفر عندكم الأصلي استعملوه على دائرة العينين، يغذي المنطقة، ينعشها، يعطيها نضارة، يزيل الهالات السوداء ويرطب ويزيل الخطوط والتجاعيد والتجويف تحت العين، يعطيك إشراقة للعينين ومنظر العينين يصبح يشع بريقا ونضارة. عندكم أيضا زيت الفيتامين إي، لا فيتامين أ، الفيتامين ها، أو كبسولات الفيتامين إي، ضعوها أيضا على دائرة العينين بالطبطبة يوميا قبل النوم، أو قطرات من زيت الفيتامين إي المركز، يعني هذا معقم، هناك أنواع كثيرة، هذا أورغانيك المتوفر عندكم، أو الكبسولات استعملوه على دائرة العينين، يعني اختاروا من هذه الزيوت اللي حضرتها لكم في الفيديو وداوموا عليها، وبإمكانكم خلطها كلها في قنينة ووضعها يعني في علبة والاحتفاظ بها وكل ليلة دهنوها. عندكم أيضا زيت جنين القمح، ممتاز لمنطقة حول العينين لإزالة الهالات السوداء وللترطيب أيضا وإزالة التجاعيد والخطوط التعبيرية، ممتاز زيت جنين القمح، غني بالفيتامين إي ويعوض العسل، العسل الصافي النقي. عندكم أيضا زيت الليمون إذا كانت متواجدة عندكم ضعوها على منطقة حول العين بالطبطبة، أيضا ممتازة، أو أخلطوها مع أحد الزيوت السابقة تعطيكم نتيجة رائعة. هذه الزيوت خيال وصديقة للبشرة. وما تنسوش الأخذ بالأسباب ومع الوصفات هذه من ترطيب ومن ماسكات لمنطقة حول العين. وهذه الزيوت هذه طبعا ليس كلها تستعملوها، أنا أعطيتكم مجموعة وأنتم اختاروا، أو إذا كانت موجودة عندكم كاملة اجمعوها في مكوب في قنينة واحدة، قطرات يعني متوازي يعني بكميات متوازنة واستعملوها، رائعة هذه الزيوت. ننتقل الآن إلى الوصفة الموالية. نحتاج إلى ملعقة من دقيق الحمص، مسحوق الحمص، حمص باودر، اشتري حبوب هكذا واطحنها أو اشتريه جاهز مطحون، اسمه الحمص. شوفوا الصورة أخواتي المقيمات في الدول العربية والعالم. عندنا أيضا الكركم مثلا، ملعقة من الحمص المطحون، ضيفي له نصف ملعقة من الكركم أو ربع ملعقة. اجمعي المكونات بزيت جوز الهند، زيت جوز الهند غني بالفيتامينات التي تحفز إزالة التجاعيد والهالات السوداء. طبقيها على دائرة العينين، اغمضي عينيك واسترخي، اتركيها 20 دقيقة، وبعد ذلك قومي بإزالتها بقطنة مبللة بماء دافي بلطف، ورطبي بعد ذلك بالكريمات المرطبة اللي ذكرتها في القناة. الطريقة هذه ممتازة، دوموا عليها راح تفرحوا. نشكركم أخواتي على الدعم، نشكركم على الثقة، نشكركم على التواجد الجميل في قنواتي الاثنين، وأهلا وسهلا بكل من أنضم إلى قنواتي من كل أنحاء العالم، أهلا وسهلا،
شكرا بزاف بزاف، وإلى اللقاء. سلام.